وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبناه. ملفنا لهذا اليوم: حلب هدنة مؤقتة أم إخراج فتح الشام أم معظمية الشام؟ قال القادة الميدانيون في حلب أنهم سيقاتلون حتى آخر رمق للدفاع عن الأحياء المحاصرة، وهذه الفصائل ليست لديها نية للانسحاب أو الاستجابة لما تطرحه روسيا والنظام لعدم ثقتها المطلقة بما يقولونه. واعتبر القادة الميدانيون أن أخراج مقاتلي جبهة فتح الشام النصرة سابقا من حلب ابتزاز وتبرير لجرائم النظام وروسيا، وخاصة أن حلب فيها فقط 900 مقاتل من جبهة فتح الشام، ولا يوجد فيها ثقل كبير لجبهة فتح الشام، وأنه لا يمكن تبرير قصف المخابز ومراكز الدفاع المدني والمشافي بسبب وجود مقاتلي الجبهة في تلك المدينة. وقال زكريا ملاحفجي المسؤول السياسي لتجمع فاستقم بحلب أمس أن فصائل الثورة ترفض الخروج بالمطلق والاستسلام، كما أكد القيادي بحركة أحرار الشام الفاروق أبو بكر أن مقاتلي الثورة سيواصلون حمل السلاح للدفاع عن شعبنا الأعزل وحتى سقوط النظام. وأعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشيركن أمس أنه بالإمكان وقف إطلاق النار بشكل نهائي في حلب إذا تم التخلص نهائيا من جبهة فتح الشام فيها، مضيفا أن وقف الأعمال القتالية يفترض أنه نهائي، ولكن كما رأينا وعلى حد زعمه فقد استفادت جبهة فتح الشام بشكل فوري من الهدنة بتجميع صفوفها والحصول على المزيد من السلاح ومواصلة القتال في مكان آخر. وأوضح بوتين أنه عرض في محادثات برلين تسريع وضع دستور جديد في سوريا لتسهيل الانتخابات المستقبلية، بالوقت الذي 85% من الشعب السوري الذي سيصوت على هذا الدستور هم مهجرون. السؤال هنا: هل الهدنة مؤقتة من أجل إخراج جبهة فتح الشام من مدينة حلب؟ هل هي إكمال لما بدأته الأمم المتحدة بتآمر وتواطؤ دولي في حمص وداريا ومعظمية الشام آخرا؟ كيف يصر بوتين على وضع دستور جديد لسوريا و85% من الشعب السوري مهجر؟ جميع الاجتماعات الدولية ومنها اجتماع لوزان عقدت وقررت ونفذت بغياب أهل القضية أنفسهم. سنناقش هذا الموضوع بمحورين: المحور الأول، العودة لخيار الثورة الأول بإسقاط النظام بالسلاح أمر واجب، وذلك لأن العالم لا يلتفت للشعب السوري إن لم يحققوا مكاسب ميدانية على الأرض، بالوقت الذي يراهن الروس على ديمستورا والولايات المتحدة والأطراف التي تؤثر على الثوار لتأمين خروجهم من حلب. المحور الثاني، أرغمت روسيا المجتمع الدولي على الرضوخ للواقع الذي فرضت لا توقف عن القصف ولا تنازل عن الأسد، فقد عطلت روسيا مجلس الأمن بالفيتو الروسي وأجبرت الأمم المتحدة للعمل والتسويق للمقترح الروسي، كما فعل ديمستورا مؤخرا بخصوص إيقاف القصف عن حلب، فتركوا السفاح والمجرم وذهبوا للضحية يساومونها للرضوخ والخنوع والركوع والاستسلام. سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من المفكر العربي الدكتور زهير سالم والعميد ركن طيار عبد الهادي الساري والأستاذ أحمد كامل وسيادة العقيد ركن فايز الأسمر. سنستمع إلى كل ذلك ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. قال الجيش الروسي الأربعاء أن الهدنة الإنسانية ستبدأ يوم الخميس في حلب وسوف تستمر 11 ساعة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها الحربية وطائرات النظام ستبتعد مسافة 10 كيلومترات عن حلب، وسيتم فتح ممرين أحدهما عبر طريق الكاستيلو لانسحاب المقاتلين وست ممرات إنسانية أخرى لإجلاء المدنيين. وتهدف الهدنة إلى تفريغ مناطق أهل السنة وإبعاد كل من يشكل خطرا على النظام والعمل أيضا على إبعاده عن العاصمة دمشق، إضافة للتفريق والتمييز بين القوى المجاهدة بغية إضعافها واحدة تلو الأخرى والاستفراد بها تمهيدا لاقتحام حلب بريا. وروجت وسائل إعلام وصفحات النظام على فيسبوك أن عددا من الباصات الخضراء
باتت على معبر بستان القصر في حلب وأيضا على أعتاب بعض الأحياء الأخرى المحاصرة، الأمر الذي نفاه نشطاء يعيشون في مناطق النظام، حيث أنها ليست المرة الأولى التي يكذب فيها الإعلام الرسمي بهذا الخصوص. ويراهن الروس على أن تمديد الهدنة بحلب سيسمح للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري بتنفيذ تدابير لإجلاء السكان المدنيين، وديمستورا يعول على أن الولايات المتحدة والأطراف المهتمة ستؤثر على الثوار لتأمين خروجهم من حلب بتوجيهات من الروس. النظام أمر بسحب قواته من ممر الخروج بحلب، وتم إبلاغ الثوار وسكان حلب الشرقية بالممرات الإنسانية من خلال إلقاء أكثر من 150 ألف منشور، وأنه سيتم إلقاء 300 ألف منشور آخر مساء اليوم. وأشار المسؤول الروسي إلى أنه ستتم مراقبة سير وقف العمليات القتالية في المدينة بواسطة طائرات من دون طيار وكاميرات ثبتت في الممرات الإنسانية، وأنها ستبث العملية مباشرة على موقع وزارة الدفاع الروسية. نرحب بضيوفي على المحور الأول، كل من المفكر العربي الدكتور زهير سالم وسيادة العميد الطيار عبد الهادي الساري والأستاذ أحمد كامل والعقيد ركن فايز الأسمر، أهلا وسهلا بكم. نبدأ بالشق السياسي والاستراتيجي. دكتور زهير أهلا وسهلا بك دكتور. جميع الاجتماعات الدولية ومنها اجتماع لوزان عقدت وقررت ونفذت بغياب أهل القضية وهم الشعب السوري أو المكون السوري السني. يا سيدي، أولا السلام عليكم، تحية لكم وشكرا على الاستضافة، تحية لضيوفكم جميعا ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة المشهد السوري والمشهد الدولي والإقليمي على ضوء التطورات المتداخلة والمتشابكة يعج اليوم في المستجدات لوزان على ضوء المتغيرات، كما نستطيع أن نقول أصبح قديما ونحن نعايش أحداث متتابعة. كان لقاء لوزان عبارة عن محاولة من المسؤول الأمريكي أن يعلن تنازله جهارا وفي حضور دول إقليمية عن الملف السوري وترك السوريين يواجهون آلة الحرب الروسية منفردين. الحقيقة أنا أريد أن يعني أستفيد من هذه الحلقة، أقدم معنى بدأ يتداوله أو يتداوله إعلاميون وسياسيون على مستوى المنطقة في توصيف هذه الثورة السورية وفي توصيف هذه المعركة التي يقودها، أنا أقول يقودها الشعب السوري وليس غيره، عبارة بأن ما يجري في سوريا اليوم هي حرب بالوكالة. وأنا أقول إن القول بأن ما يجري في سوريا هي حرب بالوكالة فيه إهانة لدماء الشهداء السوريين، فيه إهانة لتضحيات السوريين. هذه ثورة سورية محضة قامت بالدم السوري وعلى أعداء وكواهل السوريين، وكل الذين يزعمون أنها حرب بالوكالة مهما كانت خلفياتهم ومهما كانت رؤيتهم ودوافعهم، إنما يعبرون عن أنفسهم أنهم أصبحوا يشتغلون بالوكالة لقوى دولية أو لقوى إقليمية. أما أن هذا الشعب الذي انطلق بثورة عصية كثير كما قال أوباما في لحظة من اللحظات، من صيدليا إلى فلاح هم الذين قادوا هذه الثورة، هؤلاء لا يعرفون اللغات الأجنبية ليتواصلوا مع أجهزة المخابرات الدولية التي سيشتغلون بالوكالة عنها. أنا سأعود إلى ما نحن بصدده اليوم ولن أطيل لأترك المجال لإخواني الكرام وكلهم يستطيعون أن يضيفوا إضافات. أنا أقول ما سمي هدنة كان فيه نوع من أنواع التزوير اللغوي بالنسبة لمفهوم الهدنة التي يتعرف عليها الناس. كل الذي قدمه الروس قدموا فرصة لكي يخرج الناس وليس لكي يدخل الناس. يعني عندما نقول هدنة إنسانية تعني أن تدخل المساعدات، تعني أن تدخل الأدوية، تعني أن تدخل الأغذية، ولكن كل الذين تابعوا من أول يوم تحدث فيه الروس عن هدنة لمدة 8 ساعات كما قالوا في البداية، قالوا لخروج جرحى، لخروج مرضى، لخروج مدنيين، لخروج مسلحين. إذن الهدف الأساسي الذي قدمه الروس هو انسحاب، استسلام، تفريغ ساحة المعركة من سكان، والساكن اليوم المواطن العادي في سوريا هو بمثابة الدشمة في الميدان
ولخروج المقاتل في الوقت نفسه. ومع ذلك سمعنا ترحيبات على مستويات، أنا أول ما سمعت الأمم المتحدة ترحب وتقول ولكن، الائتلاف الوطني يرحب ويقول ولكن، فلان يرحب. على أي أساس يتم الترحيب؟ والعرض عرض جريمة حرب، إخراج الناس من ديارهم، إخراج الناس من ديارهم في عرف القانون الدولي هو جريمة حرب. إخراج المواطن السوري من قرية إلى قرية بمثابة تهجير إخواننا الفلسطينيين الذي تم في سنة 1948، الذين أخرجوا بالأمس من غوطة دمشق إلى إدلب، هذه جريمة حرب ترتكب تحت سمع الذين يسوغونها أو يقبلونها أو يجدون لها التبريرات. أنا لا ألوم الذين يخرجون، الذين يخرجون هم أناس تخلى الجميع عنهم وهم مغلوبون على أمرهم. سأعود إلى هدنة بوتين التي قيل 8 ساعات، ثم فوجئنا بأن بوتين قد سبق إلى يوم الثلاثاء وبدأ وقت إطلاق النار، وكان الجميع يعني مدهوشين لماذا هذا السبق، لماذا بوتين يتوقف قبل تقريبا 72 ساعة من الموعد المعلن، واليوم مدد الموعد المعلن 3 ساعات أخرى. ثم علمنا أن عنده بالأمس كان لقاء مع ميركل وأولاند في ألمانيا، وأنه سيلتقي معهم، وأن هناك اليوم لقاء للاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي الذي رفض فرض العقوبات على روسيا، سيلتقي من جديد. لذلك أراد أن يذهب إلى برلين لكي يعني يخفف عن نفسه الضغط الذي تعرض له فعلا بإعلان وقف إطلاق نار. لم يدري كثير من الناس ما هو كنهه وما هي حقيقته. هذه حقيقة بوتين، وهذه حقيقة الذين يراهنون على بوتين في العالم وفي المنطقة. أبقى معي دكتور زهير، أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد كامل. أستاذ أحمد، ما الذي خطر ببال بوتين عندما يصر الآن على أن يوضع دستور جديد لسوريا و85% من الشعب السوري مهجر خارج سوريا؟ لمن يضعه هذا الدستور ومن الذي يقره؟ يعني بوتين في حالة خطيرة من الانفصام الشخصية، هو يعني يمارس دور هتلر مع أنه ما عنده إمكانيات هتلر ولا عنده جرأة هتلر، هو أذل من هتلر وأكثر وحشية وأكثر غباء من هتلر. هو يقوم بمسرحيات واستعراض، لو تسمع نشرات الأخبار في وسائل الإعلام الروسية منفصلة تماما عن الواقع، يعني مثل نشرات النظام السوري وأكثر، النسخة هن النسخة الأصلية لنظام الدجل اللي كان يعمله فينا النظام السوري. وأنا كنت شاهد مرة على أنه النظام السوري في عام 1987 في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط كان النظام يكذب في درجة الحرارة في سوريا، في درجة الحرارة أنا عشتها تماما، كنت في اللاذقية وكان النظام يقول درجة الحرارة 26 أو 27 وهي حوالي 40 حتى السواح ما يهربوا ويجوا لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. يكذب حتى في درجة الحرارة، يكذب في كل شيء. وبوتين نفس الشيء، يعني بيعمل أفلام قصة، الكلام اللي سمعناه قبل قليل أنه سوف يتم الأمر عن يبث عن طريق الأقمار الصناعية والباصات وصلت لبستان القصر وهنا المخرج وهنا كله هذا كذب، كله مسرحيات وتأليف وإخراج بوتين وأجهزة مخابرات روسية متفرغة تماما للكذب. يعني ممكن أنت تسمع مسؤول روسي أو مؤتمر صحفي لمسؤول روسي مدته ساعتين، يكونوا ساعتين من الكذب، الرئيس يكذب ووزير الخارجية يكذب والمتحدثة باسم الخارجية تكذب ووزير الدفاع يكذب من بداية كلامه حتى نهاية كلامه من الكذب ومن الدجل. حالة فريدة من نوعها من الدجل، وهو يعتقد بأنه أولا الشعب الروسي في جزء منه عمال يستهلك هذه الكذبات وعم يصدقها، ولكن بالنسبة لنا صار مو كذب ومو دجل، صار اسمه حرب نفسية لا يجب أبدا أن نشارك فيها. حتى الآن ما صار هدنة حقيقية بمعنى الكلمة، أبدا ما صار ولا مرة من يوم الآن، يمكن نحن أمام الهدنة العاشرة،
ولا مرة ما كانت هدنة بمعنى الكلمة أبدا. الهدنة لازم يكون في موافقة من الطرفين وفي إلى أصول وفي إلى نتائج، لم تحصل ولا مرة، لم يحصل ولا مرة أنه حصل هدنة بمعنى الكلمة، والآن لم تحصل هدنة ولم يحصل وقف إطلاق نار بمعنى الكلمة البارحة واليوم، وحتى الآن معلوماتي من الداخل أنه لم يخرج أحد على الإطلاق من مدينة حلب. نعم، ابقى مع الأستاذ أحمد. نعود إلى الشق العسكري. سيادة العميد عبد الهادي، أنا استوقفتني فقط يعني هذه الأرقام الاستخبارية، وأنا أتوجه لحضرتك أمام المستمع ضيوف الكرام بالسؤال. الآن هذه المعلومة طبعا هي من الاستخبارات الروسية، ولكن الآن نجمعها بجانب بعضها. الروس لديهم معلومات بأن 8000 فقط هم المحاصرين من الثوار، منهم 924 من جبهة فتح الشام و54 فصيل هؤلاء المحاصرين، لكن المعلومات المؤكدة أن عدد الثوار بالكامل الموجودين بحلب هم 105,000 ثوار أو أقل بقليل من 105، و62 عقيد وعميد ركن. أين بقية هؤلاء الثوار؟ مساء الخير لك سيدي العميد، ومساء الخير لضيوفك ولمستمعيك. رغم التشاؤم ورغم نهر الدماء التي تجري في حلب، إلا أنني متفائل جدا على مصير حلب. وحلب لن تكون إلا سورية، ولن تكون إلا الثورة السورية وعاصمتها. ولو عدنا للخلف قليلا رأينا أن مدينة حلب التي تأخرت عن ركب الثورة قليلا، لكنها بدت وأنها عاصمة الثورة وستبقى عاصمة الثورة. ما يجري في حلب يا سيدي له تداعيات كثيرة، والعالم اليوم يترقب ليس خروج المقاتلين وليس استسلام أبناء حلب والثورة في حلب، ولكن ينتظرون معركة حاسمة ستغير وجه التاريخ وستغير وجه الصراع في الشرق الأوسط برمته. المتواجدون في حلب نحن نعلم وجميعنا يعلم والكل يعلم، من سواء من الإعلام أو غير الإعلام، جيش الفتح كان يتألف من حوالي 54,000 مقاتل موزعين بين إدلب وبين ريف حلب الغربي وجنوبي وبين حلب، وكان متواجد في حلب أثناء الخرق إلى من الجهة من الراموسة باتجاه حلب الشرقية، كان يتواجد أكثر من 10,000 مقاتل في حلب. كما تكلمت بينه حوالي 900، نعم هذا صحيح، لكن المتواجد في حلب من الثوار وحوالي 10,000، والباقي موزعين في المناطق حوالي إلى الجنوب والغرب والشمال من حلب، وكلهم يتطلعون إلى معركة حلب التاريخية والتي ستكون حاسمة بنظر الجميع. الحاسمة لأن لها تداعيات كثيرة جدا، حاسمة لأن لها يعني رؤى من قبل كل المتابعين العسكريين والسياسيين حول مصير حلب ومصير معركة حلب. الثوار والمقاتلين والثورة برمتها ترنو إلى مدينة حلب وانتصارات مدينة حلب القادمة، وأنا أبشركم بأن هناك جيشا من الجيش الحر بما فيه جبهة فتح الشام وجيش الفتح وإلى ما هنالك من الفصائل الموجودة داخل مدينة حلب والتي توحدت جلها توحد تحت راية واحدة، ويقاتلون ضد هذا النظام الغاشم وضد من يدعم هذا النظام. والخسائر التي مني بها النظام ومنيت بها الميليشيا الطائفية في حلب تداعت لها طهران والضاحية الجنوبية، وحاولوا أن يظهروا بمظهر المنتصر لكنهم يتألموا يعني كثيرا جدا، لأنهم خسروا قاداتهم في حلب وخسروا جل قواتهم. النظام وميليشياته الداعمة التي يتعدى تعدادها في مدينة حلب حوالي 30 إلى 40 ألف مقاتل متواجدين، وآخرهم من وصل في الأيام القليلة الماضية إلى حلب والذي يتعدى تعداده حوالي 5,000 مقاتل وصلوا إلى مدينة حلب بموازرة القوات المنهارة لديهم في حلب. الثوار وجيش الفتح المتواجد داخل مدينة حلب والذي يتعدى حوالي 10,000
هم يعني درسوا المنطقة جيوبوليتيكيا، بحيث أنهم درسوا كل مداخل ومخارج والطبيعة الجغرافية لمدينة حلب ويعرفونها تماما، وهم يقاتلون على أرضهم، بينما الميليشيات الطائفية من العراق وإيران وأفغانستان وكل الدول الداعمة لبشار الأسد هي لا تعرف الأرض ولا تعرف كيف تتحرك داخل الأرض. وهذا ما نعول عليه. أخي الكريم، تداعيات الحرب أو معركة حلب الكبرى والحاسمة والتي سينتصر فيها والتي ستنتصر فيها الثورة السورية لها تداعيات كثيرة، أولها على الثورة السورية بأن مصير أو هم يعتبرون القادة طبعا والثوار المتواجدين في مدينة حلب يعتبرون معركة حلب الحاسمة هي معركة مصير ومعركة حياة أو موت، بينما النظام وطبعا هؤلاء متمرسون على الموت ويتحدون الموت ويقبلون بالموت أكثر من الحياة، لأنهم لديهم إرادة ولديهم قناعة بأن هذا النظام الفاجر الفاشي يجب أن يزول، حتى ولو تدمرت حلب، حتى ولو لم يبقى إلا مقاتلا واحدا سيثور باتجاه سيثور هذا النظام الغاشم الفاشي. بالنسبة للطيران الروسي الذي دمر القسم الكبير من حلب والذي استطاع أن يدمر المباني والمخابز والمشافي، لن يستطيع أن يدمر ويقتل كل من تواجد في حلب، وأن المتواجدين في حلب قادرين على الدفاع عن أنفسهم وقادرين أن يخوضوا معارك حاسمة وقادرين أن يحققوا نصرا بإذن الله. أما النظام الذي يعتبر أيضا معركة حلب هي حاسمة ليتفرغ لباقي المناطق وليذهب باتجاه الشمال والجنوب، وكلنا تكلمنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإذاعات والمحطات الفضائية، وقلنا أن إدلب هي ستبقى أو ستكون محشرا للسوريين وستكون محرقة للسوريين. هذا لن يرضى، هذا لن يقبل به الثوار ولن تقبل فيه الثورة السورية، وستبقى حلب امتداد لإدلب، وستبقى حلب أيضا الشوكة بحق وبحلق وفي عيون الذين ينظرون إلى حلب بأنها ستستسلم، وهذا ضرب من الخيال. نعم، ابقى مع سيادة العميد وننتقل الى سيادة العقيد الركن فايز الاسمر. اهلا وسهلا بك سيادة العقيد. سيادة العقيد، انت رجل عمليات خاصة، يعني عندما تجلس مع بعض الملحقين العسكريين او تجلس مع العاملين من الزملاء او مع المتقاعدين من الزملاء يجمعون على نقطة واحدة مأخوذة على الثوار، انتم لا تقاتلون خطوط الامداد، هنالك 624 خط اعرفها انا من خلال دراستها على الخرائط العسكريه يزيد طولها عن 15 كيلومتر، لماذا لا تحولونها الى قطعه من جهنم؟ وخاصه ان لكم درسا مع اخوه لكم في المقاومه في العراق عندما ترنحت وحدات القوات الخاصة في الجيش الأمريكي وهي نخبة النخبة في الجيوش العالمية أمام العبوات التي توضع على الطرق أو على جانب الطرق أو العبوات التي تمشي على الضغط مجرد أن يدوسها العجل أو التي يبقى لديها مقاتل، وخاصة أنكم لا تملكون سيطرة جوية والمتفجرات هي بالمجان لأنها هي عبارة عن خليط الديزل مع نيترات الأمونياك أو السماد الكيماوي وثمنه نصف دولار، لماذا لا تقاتلونهم بخطوط الإمداد؟ لم نسمع حتى هذه اللحظة من تاريخ الثورة وحتى الآن 5 سنوات ونصف أنه هوجم خط إمداد للميليشيات الحشد الشيعي الشعبي الصفوية أو القوات النظامية على مسرح العمليات السورية البالغ 185 ألف كيلومتر مربع. تفضل. مساء الخير هشام لك وللضيوف الأكارم. يعني بداية أقول نيرون حلب بوتين وجيشه الأحمر أبعد ما يكون على الإنسانية، ويجب أن يعاد وتدرس فصيلة تصنيفه. يعني أخي هشام، أنت تعرف أن الثورة السورية ولدت من لا شيء وتلحت من لا شيء، والثوار اغتنموا الدبابات والقاذفات والمدافع، زودوا بها عن طريق أخذها بالبومبوكشن وبالمسدسات من جيش النظام. تماما، إذا احنا حطيت إيدك على الجرح أخي الكريم، يعني بداية بدي أقول لك أنه الثوار اللي موجودين على الأرض للأسف عم يقاتلوا ضمن إذا فينا نسميها هوشة عرب، يعني ممكن أنه نسميها احيانا هوشات عرب. لماذا سيادة العقيد هنالك 62 عقيد ركن؟ عقيد ركن يعني قادر على التخطيط لعمليات فرقه مدرعه. تمام اخوي الكريم، انا اعرف وانا كنت يعني انا ماني جاي الا من الارض، يعني انا 3 سنين ومصاب وانت بتعرف الامر. صحيح. وللاسف هناك الكثير من المخططين الموجودين على الارض
لا يعرفوا قراءة الخريطة يعني. وانت احنا قواتنا اعمال خاصة وانت بتعرف الامور هاي يعني. الى الان انا من 4 شهور راسلت بعض القادة انه قطعوا طريق اثريا خناصر وقت اللي فتحتوا الطوق عن مدينة حلب، كسرتوا الطوق عن مدينة حلب، اقطعوا هذا الطريق وأنتم قادرين على قطعه من إدلب ومن حماة ومن مطار أبو الظهور بالذات، لا يبعد عن أماكن تواجد الثوار أكثر من 15 إلى 20 كيلو متر، وغطوه. أنتم لا تستطيعون الاحتفاظ فيه لأنه منطقة مكشوفة، فإذا حطوا أقماع، حطوا مضادات ميم دال، صواريخ موجهة، وأهلي واستنزفوا هذه الأرتال التي تقدم إلى مدينة حلب من أجل المحافظة على الطوق مفتوحا. ولكن للأسف أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الأمر الثاني وجود غالبية قادة الفصائل يا أخي الكريم للأسف من غير الاختصاصيين، وهذا واقع الثورة السورية، وهذا ما تريده أمريكا، إبعاد النخب وعن تخطيط المعارك وعن توجيهها. وللأسف أجلست 90% من ضباط الجيش في المخيمات، وللأسف أيضا أقول أن الموجود على الأرض توجه أمريكيا للأسف. يعني الثورة السورية استطاعت أمريكا أن تحارب إرهابا يرهبها بثوارنا، ونحن لم نستطع أن نجعل أمريكا تحارب إرهابا يرهبنا، ألا وهو النظام ونظام بشار الأسد. احنا لاحظنا انه الان ببداية التدريب والتأهيل الامريكي لتدريب القوات السورية رفض الثوار التدريب الامريكي لانه لقتال داعش فقط، اما الان للأسف الركض على ابو جنب، كل واحد حاطط قلابيته بتمه وراكب باتجاه امريكا، وترك حلب تحاصر وترك ساحات المعارك ضد النظام، فانفرد النظام وأعاد التموضع وأعاد الانتشار وأعاد وأعاد. يعني لاحظ أنت كل المعارك الآن التي تجري على الساحة السورية هي معارك ما بين الثوار وما بين داعش، إن كان في درعا جيش خالد ابن الوليد يقاتله جبهة الجنوب وهي راقدة ونائمة منذ سنة ونصف، راقدة ونائمة، عندما تتشاطر على جيش خالد ابن الوليد والنظام يقضم في مدينة درعا. لنأتي إلى الشمال السوري، غالبية الفصائل، ما بدي أعد الفصائل، وفي ضباط بيناتهم بايعوا أمريكا في قتال داعش ونسوا النظام. وهناك الآن التقدمات التي تجري في الشمال السوري نحييها، ولكن تختلف عن طبيعة المعارك التي خاضها الثوار على كافة الجغرافيا السورية، أن هناك ليس هناك قصف عليهم. يعني عندما تقدموا وأخذوا هالألفين كيلو متر أخذوها نتيجة غياب القصف الروسي وطيران النظام، بل والإضافة إلى ذلك دعم من طيران التحالف والطيران التركي والمدفعية الصاروخية. يعني ما إجا من عبث. أما الثوار الموجودين بقتال النظام فهم يقاسوا الأمرين من طيران النظام وإحالته الأرض إلى محروقة وإلى وأنت تعرف الأمر. للأسف استطاعت أمريكا تقسيم الثورة وتوجيه البوصلة باتجاه داعش وباتجاه النصرة، وللأسف احنا بالفترات الأخيرة راودناها عن الأمر هذا. أخي هشام للأسف أنا بدي أقول لك على الأمور الثورية الآن التي تجري باتجاه جبهة النصرة. يعني جبهة النصرة وأنا لست بصدد الدفاع عنها هي فصيل للأسف نقول أنه انفصل عن القاعدة ولم يعد له يعني أجندات مع القاعدة. من أحسن نقول يعني لو خرجت من جلدك لقصبتك، يعني حتى إذا غيروا كل شيء بهم هدول لأنهم مقاتلين أشداء بدها تقصفهم روسيا، لا تريد مقاتلين يحملون راية إسلامية ولو في قلوبهم يا أخي، لأنه المقاتل من هدول عن 10 مقاتلين، وهذا ما أتت روسيا وغير روسيا من أجل قتالهم لأنها تخاف منهم. ولكن سيادة العقيد الموقف بعد إذنك الآن أتت روسيا من أجل مقاتلة جبهة النصرة. يا أخي جبهة النصرة إحنا معك إذا كانت تابعة للقاعدة
اقصفها، ولكن شوفني عملية لجبهة النصرة خاضتها وعبرت ما فيها الامر. اذا هي فصيل بالغالب سوري، بالغالب سوري، 90% من مقاتليه سوريين. شوفني انتم بتقيسوا الارهاب على انه تكفيري، يا اخي ما كفروا العالم. الامر الثاني انه عملوا عمليات خارج، بتقيسوا انه عم يعمل عمليات للمصالح الأوروبية، ما عملوا أي عملية. فإذا أنتم تريدون أن تكسروا التوازن بضرب هؤلاء، لأن حقيقة جبهة فتح الشام منذ سنة ونصف وسنتين وأكثر للأسف الجيش الحر لم يحرز أي تقدمات على الأرض، الوحيد هو الذي يحرز التقدمات. والتحرير الأخير من فتح إدلب إلى كسر الطوق عن مدينة حلب إلى 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 هو جبهة فتح الشام، وهذا ما يؤرق روسيا وما يؤرق أمريكا باستمرارية هؤلاء. فإذا يريدون أن يضربوهم لكسر التوازن، وبالتالي تعبد الطريق أمامهم أمام النظام بشار الأسد من أجل الدخول والاستيلاء على مدينة حلب وغيرها وغيرها، لأن الأمر لن يقف عند مدينة حلب. غدا مثل ما قال العميد، سيادة العميد عبد الهادي، قال بدهم ينتقلوا لإدلب وبدهم ينتقلوا لغوطة دمشق. الآن أخرجوهم من حلب، بكرة أخرجوهم من إدلب، بعده أخرجوهم من غوطة دمشق. الأمر الثاني والأهم يا أخي الكريم، ما راح توقف روسيا عن جبهة النصرة. شوفني بمضايا في جبهة النصرة، بسرغاية، بالزبداني، بحمص القديمة، بالقصير، اللي عم تترحل الآن معظمية الشام، بالمناطق كثيرة لا تحضرني الآن. وين جبهة النصرة؟ أبعد ما تكون جبهة النصرة عن وجودها هناك. ونفذ النظام تهجيره، ونفذ وعيده، وأطبق الحصار ودمر وشال وحط. يا أخي كل من حمل السلاح على نظام بشار الأسد بنظر روسيا، وعندما قدمت إلى سوريا بقضها وقضيضها وأساطيلها، وجاي الآن تصريح مبارح من الأطلسي أنه خلال أسبوعين ستكون هناك ضربة نهائية جوية لمدينة حلب بالناقلة بحاملة الطائرات كونزنتو القادمة التي تصل خلال 15 يوم. فإذا المراد إجهاض الثورة السورية عن طريق ضرب مفاصلها، وجبهة الشام فتح الشام هي أحد مفاصل الثورة السورية، ونحن والثوار نرفض إخراجها من مدينة حلب لأنها تدافع عن أهالي حلب وتدافع عن الثورة السورية، وشاء من شاء وأبى من أبى. وصلت الفكرة سيادة العقيد؟ وصلت الفكرة؟ كملت؟ الآن أقول لك ما يقال، ما يقال غربيا، ما يقال، هل تسمعني الآن؟ النقطة الأساسية يقال لماذا لم تنصهر جبهة فتح الشام بالثوار وليس العكس، أن تجلب لها فصائل. الفصائل التي جلبت من الثوار أكدت لهم بأن أكدت للاستخبارات الغربية، لديكم 24 جهاز استخبارات تنقل عن معلومات عن الثوار، أكدت هذه الأجهزة بعد أن انصهرت مجموعة من الفصائل وهي خمسة أعتقد أنها دمجت. تمام. هو أنا بجاوبك أخي الكريم، بجاوبك. أيضا أريد أن تجيبني على السؤال الثاني، وهو من الذي قال للثوار، من الذي قال للثوار أنك عندما تريد أن تقطع خط إمداد تأتيه من المصب، خط الإمداد تأتيه من المنبع، يعني إذا أردت أن تقطع خط إمداد عن حلب عن حزام حلب عليك أن تذهب إلى منبعه في حماة، وقد تذهب إلى منبعه في اللاذقية، وقد تذهب إلى منبعه في حمص. لماذا تأخذ الأمور بطريقة عكسية؟ الأمر معروف أخي هشام، المصب ما بيفيدنا لأنه بعض كيلومترات 3-4 كيلومترات، ولكن تركزون عليه، ولكن تركز لا يفيدكم وتركزون عليه، لماذا لا ترسلون لهم نصائح؟ هذا لأنه ضعف التكتيك، ضعف التكتيك يا أخي الكريم. فصائل ريف حماس الشمالي لازم تقطع الطريق من قبل 50 كيلومتر من الشيخ نعسان ومن منطقة أثريا بهذه المناطق هديك، وتركز اهتماماتها، لأن النظام عبر 3 سنوات ليس له طريق عندما كان يتمركز فقط في مطار النيرة فقط. لسه بصراحة سيادة العقيد، بصراحة هل تدربتم بكلية، بصراحة هل تدربتم بكلية القيادة والأركان؟ يعني إذا إذا لا إذا كان السؤال محرج أنا أعفيك من الإجابة لأننا سننتقل. هل تدربتم بعلمكم العسكري على شيء اسمه
مهاجمة خطوط الإمداد، قد لا يكون النظام متقدم إلى هذه الدرجة حتى يقاتل على يعني خطوط الإمداد. يعني هاي أبجد هوز الكليات وليس القيادة، ولكن لا يوجد لها بالقاموس العسكري أي فصيل. إذا سمحت لي سأنتقل سأسمع منك نوبك، لماذا لم تنصهر؟ مشان ما لماذا لم تنصهر جبهة النصرة أو ما تسمون ما يسمى جبهة فتح الشام ببقية الفصائل؟ لماذا يا أخي؟ بقية الفصائل خلينا واقعيين، غير منضبطة، وبايعت جزء منها الأمريكان وجزء منها يمارس، للأسف لا يمارس القتال النظامي. فإذا توزعت جبهة فتح الشام على كل تلك الفصائل فضاع صيتها، راحت الانضباطية وانصهروا ضمنها لهاي، ما ضلت فصيل متفاهم مع بعضه انضباطي. فإذا انصهر ووزع 10 عساكر على الجيش المجاهدين وعشرين واحد لهون وثلاثين واحد فرطت قوته، أنا بقول لك وهذا فعلا صح، هذا فعلا صح. أنت بتعرف إذا كتيبة انضباطية احسبها كتيبة تحرز مهام جيدة بالمفهوم العسكري ووزعتها على عدة كتائب غير انضباطية، ماذا يصبح هناك؟ نعم. نعم، سننتقل إلى دكتور زهير. دكتور زهير، نحن تأخرنا عليكم، ولكن أنت تعلم هذا البرنامج هو عسكري استراتيجي، ونركز على هذا المحور لنستفيد من بالداخل من دروس والعبر من السادة العقداء والعمداء. دكتور زهير، أرغمت روسيا المجتمع الدولي على الرضوخ للواقع الذي فرضته لا توقف عن القصف ولا تنازل عن الأسد، وعطلت أي قرار يدين النظام بالفيتو الروسي الذي أصبح مسخرا لها بمجلس الأمن. يعني أن نقول بأن روسيا أرغمت قد يكون الكلام صحيحا كما نقول في ظاهر الأمر. هل حقا أن بوتين قد انتصر أو أن روسيا قد انتصرت على الولايات المتحدة وبوتين انتصر على أوباما؟ بعض الناس يقولون هذا، وبعض الأمريكيين يكتبون هذا أيضا، ولكن بعض الناس أيضا والعالمون أكثر في بواطن الأمور يقولون بأن السؤال هو من يستخدم من، وأن حقيقة الأمر أن أوباما هو من يستخدم بوتين، وأن بوتين يحقق الأهداف الباطنة لما تريده الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد تدمير للبنية السكانية في المنطقة، وقد وجدت أدواتها لتحقيق هذا الهدف. روسيا، هذه التنظيمات الإرهابية داعش وأخواتها، وقد تم تأسيسها على عين أمريكية، كما يتراشق الأمريكيون اليوم، النواب الأمريكيون المرشحون الأمريكيون يتراشقون بهذا. وإيران، هذا المثلث الآن يسلط على أبناء المنطقة، ليس في سوريا وحدها وإنما بطرق عديدة يسلط في أكثر من ميدان لتغيير ديموغرافي استراتيجي، ولكي يكون لإيران كمخلب قطب الهيمنة الأساسية في المنطقة بيد عمر لا بيدي. الآن المنطق الأمريكي يقول هي وجدت من يحقق لها هذا الهدف، وبالتالي الآن بوتين يظن أنه ينتصر، والأمريكيون كما نتابع التقارير الاقتصادية يعدون له أيامه على الاستمرار الاقتصادي في مثل هذا الإنفاق. هم يحسبون دخله وخرجه وصرفه وإمكاناته ويقولون يكاد يسقط. نحن نعلم أن الاتحاد السوفيتي لم يسقط من ضعف قوة عسكرية، إنما سقط وتهاوى نتيجة واقع اقتصادي، نتيجة فساد عشعش في الدولة وأذهب كل مقوماتها. الآن بوتين يسير في هذا الطريق. نحن لا يهمنا الحقيقة، أنا عندما أتكلم بهذه اللغة لا يهمني أن يسقط بوتين بعد غد، لأنه اليوم سيقتلنا، هو اليوم يقتل أطفالنا، هو اليوم يدمر ديارنا، هو اليوم يؤدي دورا عليه، ولكن في إطار صراع دولي متوافق على السوريين، متوافق على العراقيين، متوافق على اليمنيين، متوافق على هذه الأمة. هذا الإدراك بهذه الطريقة هو الذي يجعلنا نعيد قراءة المشهد. أنا يعني أعجبني قول الأخ العقيد فايز الأسمر، العقيد المظلي فايز الأسمر، نعم العقيد فايز، نعم، الذي تحدث عن الذين هرولوا ليكونوا تحت
الراية الأمريكية بأي شكل من الأشكال. صحوات بعضهم في صحوات. صف كردي وبعضهم في صف آخر، أنا لا يهمني، وأنا لا أحب أن أقول بأن هذا، أنا أقول هذه ثورة سورية، هذا شعب سوري، هذه فصائل سورية. الأصل أنها تجد الراية الحقيقية لكي تقاتل تحتها. المشهد في سوريا الحقيقة مؤلم، أقول لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم. تتساءلون عن قطع طرق الإمداد، قطع طرق الإمداد أحيانا يتم بعبوات ناسفة متحركة، يعني 5 أفراد يمكن أن يتولوا إقلاق طريق وقطع الطريق بشكل مستمر كلما مرت قافلة. هذا الذي نقوله دكتور، هذا الذي نقوله، ولكن لا ينفذون الثوار. نعم، هذا ما تقوله تماما. أنا أقول الذين زجوا الشعب السوري في هذه الحرب، أنا لا ألوم الثوار، هذه ثورة عفوية، وهؤلاء ثوار كما تحدث السيد العقيد، هؤلاء ثوار غير مختصين، ولكن في نفس الوقت الذين زجوا الثوار في هذه الحرب منعوه من قيادة رشيدة تضع استراتيجيات عسكرية علمية. لا نريد أن نعيد ونكرر، الحرب علم، الحرب علم، الثورة علم، وليست عبارة عن انفعالات، وليست صراع شوارع. حتى المظاهرات والحراك السلمي أصبح علما. نحن نلوم الأخوة الكبار، أنا بعض الناس يسمعوني أحيانا ألوم هذه الجهة أو تلك، السياسيون الذين جلسوا في المواقع، لا أحد يغبطهم ولا أحد يزاحمهم ولا، ولكن يا أخي أنت عندما تريد تقول شكلت مجلسا وطنيا، شكلت ائتلافا وطنيا، شكلت، يجب أن تأخذ دور المبادرة السياسي، دوره أن يكون حكيما في استيعاب السائر، في توظيف السائر، في تنظيمه، في إرشاده. هذا الذي يمسك مقاليد الحكمة. حتى هذه الساعة أحيانا هؤلاء الذين يجلسون على منابر، على المنابر السياسية السورية، يعجزون إما عن التصور أو لا يجرؤون على البوح وأن يقولوا لهذا أخطأت ولهذا أصبت ولهذا تقدم ولهذا تأخر. نحن نرفض إخراج أي مقاتل وأي مدني أيضا من أي قرية، من أي بلدة. نحن كل قرية سورية بالنسبة إلينا هي قدس وأقصى وحرم، ولا يجوز أن يخرج سكانها منها أو أن يخرج سكانها منها تحت أي عنوان. ولكن أين هي القوى السياسية التي تصبح بهذا؟ أين هي القوى السياسية التي كان يجب عليها من أول يوم، يوم كانت الثورة في عنفوانها، أن تضع رجلا في الأرض ولا تتقدم خطوة في طريق أصدقاء سوريا وغير أصدقاء سوريا، حتى تسحب مفاتيح سوريا من يد هذا الظالم المستبد الفاسد الذي باع سوريا الآن باتفاقات دولية. غدا أول حكومة ستأتي إلى سوريا سيلزمها المجتمع الدولي أن تقول بأنها تعترف بكل الاتفاقات التي كانت الحكومة السورية قد عقدتها، وسيكون من ضمن هذه الاتفاقات طبعا هذه التنازلات التي قدمها أو هذا البيع الذي عقده بشار الأسد مع إيران ومع روسيا. وكل هذا عندما نتحدث، نحن لا نتحدث لا من ضغينة ولا من نقمة، نتحدث من حرقة، من ألم على وطن فرط فيه أبناؤه الذين تدافعوا على عمى ليكونوا قادة وليكونوا سادة على مذهب قدرني وصورني وقدمني للرأي العام. ونحن نشعر عندما نرى الآن اليوم الأمم المتحدة عندها اجتماع، الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا خبر طازج، الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن طلبت 60 أو 70 دولة، أظن 70 دولة، لقاء، اللقاء المنعقد اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو الذي سينعقد غير رسمي، وقالوا بأنهم لا يعولون كثيرا على النتائج التي ستترتب عليه. نحن مثلا عندما أحبطنا في مجلس أمن قلنا سنذهب إلى الجمعية العامة، أنا قلت هذا مضيع للوقت، لأننا نعلم كل الذي يصدر عن الجمعية العامة تحت عنوان الاتحاد من أجل السلم هو مجرد توصيات، والتوصيات إذا لم يكن لها حامل قوي على الأرض لا قيمة لها. يجب أن نفكر، درع الفرات لم يقل أحد كلمة حقيقية، في درع الفرات لم يقل أحد كلمة حقيقية في شعار غرب الفرات وشرق الفرات، ومن أين نزل علينا هذا الشعار السوريون؟ نحن لا نلوم الناس أن يتحدثوا عن أوطانهم أولا، من حق كل دولة أن تقول
دولتي أولا، شعبي أولا، وطني أولا، ولكن من حقي أنا كسوري أن أقول سوريا أولا، ويجب أن يكون هذا على لسان الذين يتحملون القرار السوري. أما عن أنني أداهن هنا لأنني أتعشى، وأجامل هناك لأنني أتغدى، ثم تكون هذه الدماء التي تسفك الآن ظلما وعدوانا، كيف لو كتب كاتب في سطر من التاريخ عندما كان بوتين يقتل في كل يوم 100 طفل من أطفال سوريا أو من أطفال حلب، كان يستقبل في عواصم عربية وإسلامية ويبسط له البساط الأحمر؟ كيف ستقرأ هذه العبارة بعد 100 عام، بعد 500 عام، بعد 1000 عام؟ كيف نقرأ اليوم نحن تاريخ الأندلس ويوم خرج عبد الله الصغير من الأندلس؟ هذه الحقائق هي التي تجعل القلوب تحترق، الأعصاب تتوقد. ولكن أسمعت لو نديت حيا يا أخي، نحن الآن أمام مشهد ليس للسوريين، أنا أحيي كلام الأخ العقيد والأخ العميد والأخ أحمد، ليس أمام السوريين إلا أن يعود الانتفاض ليشكلوا نخب حقيقية. لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم، لا بد أن يكون هناك سرات من القوم من النخب العلمية الثقافية. لا نريد أبناء أسر ولا أبناء عوائل ولا إقطاعيات ولا نريد نخب علمية متخصصة في كل ميدان. إذا كنا نريد في التعليم نأتي بنخب علمية، نريد في العسكرة نأتي بنخب عسكرية، نريد في الصحة نأتي بنخب صحية، وإلا فغير هذا الكلام. فالمنتصر مع الأسف أقول وبقلب منكسر، المنتصر الحقيقة هو عدونا ولسنا نحن. نعم، ابقى معي دكتور زهير. أستاذ أحمد، الآن هنالك حزامان شيعيان يضربان حول محافظتين، الأول واكتمل منه أعتقد 85%، وهو حزام الشيعي الذي ضربته إيران حول دمشق وهو يسير على قدم وساق، والآخر هو بدأ تشكيله وهو الحزام الذي يضرب على حلب والمجتمع الدولي يتفرج. ألا تخشون من أن فعلا تصبح حلب ودمشق محاطتين بحزامين شيعيين، يعني محاطتين بإرهابيين ومحتلين؟ أما أن يستقر بهم المقام ويغيروا الوضع الديموغرافي في مدينة حلب، هذا شوي صعب. لماذا يهجرونهم إلى إدلب؟ ما الذي يصعبه؟ ما يزال العدد مرحلي. هو الموضوع في رأسهم طبعا ويعملون عليه، ولكن يسير ببطء، لأنه مدينة حلب وريفة كان عدد سكانها 6 ملايين نسمة، والآن 6 ملايين نسمة، الآن في مليونين غادروها، على الأقل مليونين غادروها. في حلب الغربية في أكثر من مليون إنسان، ما يزال هناك أكثر من مليون إنسان، 1.5 مليون، وفي حلب المحررة حوالي 300-400 ألف بالمجموع. ما زال في مدينة حلب حوالي 2 مليوني إنسان، وفي ريف مدينة حلب أيضا ما زال هناك 2 مليوني إنسان. والمنطقة الخضراء التي تكبر كل يوم في شمال حلب، المنطقة المحررة التي يحررها الجيش السوري الحر بدعم وإسناد من تركيا، يتدفق إليها الناس، يتدفق إليها الناس، يعودون إليها بأعداد ليست بالقليلة. أولا أهل المنطقة، ثم آخرين، يعني أنا شخصيا وغيري كثيرين نفكر بالعودة إلى هذه المنطقة. فإذا في دمشق المشروع يسير بسرعة أكثر من مدينة حلب، لأنه الجهد أكبر هناك والاستفراد أكبر. وفي حلب الموضوع أصعب شوي عليهم، أولا للكثافة السكانية الكبيرة في مدينة حلب، وثانيا لقربها من قوة إسناد مهمة اللي هي تركيا، واللي هي تتقدم كل يوم. المنطقة المحررة في شمال مدينة حلب تكبر كل يوم، كل يوم بمعنى الكلمة، يعني ليس بالمعنى المجازي، وهي على وشك أن تصل إلى الباب، باقي حوالي 12 كيلومتر ونصف بالضبط، وتصل هذه القوات إلى مدينة الباب. فإذا هذا خطر حقيقي يعمل عليه، ولكن في مقاومة عنيفة من الشعب السوري في كل المجالات، في كل المجالات. وحزب الله مثلا
استنفذ كل قواه ما عاد يستطيع أن يقدم شيء، والإيراني عم يخسر خسائر كتير كبيرة، والعراقي شوي مشغول في بلاده. فإذا دائما في نقاط معنا وفي نقاط ضدنا. الفكرة اللي نحن لازم نركز عليها الآن هي حرب التحرير الشعبية أو المقاومة. سوريا محتلة الآن، محتلة من قبل عدة جهات، الاحتلال الشيعي الإيراني والعراقي واللبناني والأسدي، والاحتلال الروسي، وأيضا المشروع البيكيكي اللي تعرض لضربة قاسية من تركيا ومن الجيش السوري الحر الآن، ولكنه ما زال قائما. هيلاري كلينتون سوف تفوز بالانتخابات الأمريكية بعد 19 يوما، ترامب ما عنده أي فرصة بالنجاح، ما عنده أي فرصة. وهيلاري كلينتون قالت بالحرف الواحد حليفي الرئيسي في مكافحة داعش هم الأكراد، بمعنى أنه كل منطقة فيها الأكراد سوف تذهب، فيها داعش سوف تذهب إلى الأكراد، إضافة إلى ما قالته كلينتون وما قاله الوسط المحيط بها من أنها سوف تواجه فرعنة بوتين. فرعنة بوتين، وهناك معلومات وصلتنا من واشنطن بأنها سوف تبدأ، أولا سوف تفوز هيلاري كلينتون، ما في أي فرصة أنه يفوز ترامب. اثنين، هيلاري كلينتون سوف تبدأ بسياسة مختلفة عن سياسة الرئيس الأمريكي المنصرف الله لا يرده أوباما في موضوع الهيمنة والفرعنة والزعرنة الروسية، وخاصة لأنهم تدخلوا في الانتخابات وتلاعبوا في الأصوات في أمريكا. فإذا هذا الذي نعرفه الآن بأن تغييرا في الولايات المتحدة سوف يحصل قريبا، يعني خلال 20 يوم، لن تنتظر استلام الرئاسة، وإنما منذ فوزها، لأن الحزب هو نفسه يصبح في التقاليد الأمريكية، تصبح الإدارة الأمريكية الحالية في 70 يوم اللي بتبقى فيهم بعد صدور النتائج مضطرة لاستشارة الإدارة الجديدة. وفي هذا الموضوع يبدو مؤكدا بأنه الإدارة الجديدة تريد أن تضع حدا للفرعنة الروسية. فإذا المشروع واضح، ولكن في عنده مشكلات. نعم، الشكر الموصول للمفكر العربي الدكتور زهير سالم، والأستاذ أحمد كامل، وسيادة العميد ركن طيار عبد الهادي الساري، وسيادة العقيد ركن مظلي فايز الأسمر. كان معي من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مشهور الحنيطي. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم، ونشكر لكم حسن المتابعة. في رعاية الله نترككم، وإلى لقاء يجمعني بكم هذه أغلى أمنياتي. على دقة قلبك. الروح راديو أوريان.